الطرب اللي اختارته عنوان لمشواره الفني، فمين بيسمع صوته بتاخده برحلة لزمن الفن الجميل، من الكورال الجماعي لمع صوته، فأطلت كمطربة سولو متميزة. عم نحكي عن المطربة شام كردي، صوت أصيل من بلدنا سوريا. يسعد صباحك ورمضان كريم، وأهلا وسهلا فيكي. صباحكم خير ورمضان كريم علينا وعليكم. أهلا يسعد صباحك شام. طبعا هيدا مو اول طله على شاشه الاخباريه، ولكن طلتك اليوم بعد نجاحات متتاليه وحفلات طبعا اطربت من سمع هذا الصوت الجميل. خلينا نحكي بدايه عن الغناء يلي عم تقدميه وفنك عم تقدميه باجواء شهر رمضان الكريم. هلا فترة شهر رمضان الكريم اكيد بيكون في فترة سبات او فترة راحة بعد جهد على مدى سنة كاملة. نشاطات جديدة ما في، بس عم جهز لأمسية قادمة ان شاء الله رح تكون بإذن الله بمهرجان الموسيقى العربية قريبا، ورح صرح عنها بوقتها. خلينا نحكي عن الحفل اللي كان مؤخرا بدار الأوبرا اللي أحيت فيه أمسية للفنانة طبعا الراحلة مها الجابري بأمسية غنائية، وكان في لها صدى كبير، تحكي لنا عنها. هلا انا ما بقدر احكي عنها، اللي تابعني واللي حضرني هو اللي ممكن يحكي عنها. يعني شو حسيتي انتوا عم تحيي هذا الفن السوري الاصيل؟ نحن ما كثير بنحس انه الفنانين السوريين القديمين فعلا الجيل الشاب عم يحيي الاغاني تبعهم. هلا انا باعتبار اني انا عم بشتغل على هذا الخط من اول بدايتي، فعم بشتغل على تكريم الفنانات والفنانين السوريين، فحبيت انا ابدا بالمطربات السوريات، فاكيد هن شرف إلنا إنه نحن نذكر فيهم بأصواتنا اللي لازم تتناسب مع نمط أغانيهم. بالنسبة لأمسية مها الجابري كان الشرف إلي إني أنا أحيي ذكراها وذكر ببعض أغانيها، هي في إلها كتير ذخيرة كبيرة من الأغاني الطربية والوطنية المتنوعة، فحبيت إني أنا أعمل مزيج بهاي الأمسية، ذكر بأغاني مها الجابري لتتناسب مع صوتي أنا، مو المهم إني أنا غني لمها الجابري تماما. هي كمان تذكير فيها، تذكير بكل من كتب شعر لإلها، كل من لحن لمها الجابري، فكان الهدف هو التذكير بها وتذكير بكل من كتب ومن كل من لحن، فكان إلي الشرف إني أذكر فيها من خلال صوتي المتواضع، والحمد لله كانت الأصداء جدا إيجابية. شكرا ربي. نعم شام، خلينا نتوجه لسؤال معين يلي بيقول انه شام بتشوف الفنان الحقيقي هو نفسه الفنان الاكاديمي برؤيتك؟ هلا انا برؤيتي لا، الفنان الحقيقي هو اللي بيكون عنده الموهبه خلقت معه، ما بيمنع انه يكون اكاديمي، بس مو شرط يكون كل اكاديمي هو فنان. نعم، في كثير ناس اكاديميين، لكل مع احترامي لكل حدا حب يشتغل بمجال الفن، يمكن يكون بيحب هذا الشيء بس ما ابدع فيه. صحيح. فمو شرط انه يكون الشخص اكاديمي ليكون فنان، والا لازم يكون هو فنان ليصير اكاديمي. نعم. ما بيمنع انه هو يثقل ثقافته، يثقل صوته، يزيد من ثقافته الفنيه، هذا ما بيمنع. فهي من اولوياتي، عندي قناعه انه كل حدا فنان هو الفنان الحقيقي اللي بيخلق بالفطره، ما بيمنع انه هو يشذب صوته من خلال الأكاديمية والفن الثقافي. نعم. أكيد شام، يمكن الموهبة دائما تطغى مثل ما قلتي، بتولد بالفطرة. خلينا نسمع منك لكان شيء، كيف بتصبحي على جمهورنا اليوم بصباحنا غير عبر إطلالتك الثانية بشهر رمضان طبعا الكريم؟ على عيني. هلا أنا باعتبار عم ذكر بالمطربات السوريات، فحابة غني أغنية للراحلة حنانية فنانة سورية حلبية الأصل. نعم. يلا كلنا سمع. عزني 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 لا ترزني وبين ضلوعك دزني، عزني لا
لا ترزني وبين ضلوعك دزني ما بين جفانا والرضا يوما أتى يوما مضى ما بين جفانا والرضا يوما أتى يوما مضى أني ماني مش أني ماني مش حتى تهزني أهزني. سلام هالصوت. يعني شام من الكورال للسولو، يعني صار في نقلة. قديش برأيك أنه الكورال بيأسس الفنان ليكون بالغناء المنفرد؟ طبعا الغناء الجماعي بيثقف الصوت، بصير بيعرف الواحد شلون يبدأ بالقرار، شلون يبدأ بالجواب، ايمت ممكن يعمل نقلات بالصوت، ايمت ممكن ينقل من مقام لمقام. صحيح. دون إضافات، دون إضافات، يعني نوع من نوع الثقافة الفنية، الكورال نوع من أنواع الثقافة الفنية، بس إذا ما كان في موهبة مستحيل يكون مطرب سولو. أكيد. لأنه المطرب السولو كتلة متكاملة، في شيء اسمه كاريزما، أكيد. في شيء اسمه حضور، في شيء اسمه أسلوب، في شيء اسمه طريقة غناء صح. وهذا هي النقطة اللي أنا عم بشتغل عليها، إنه يكون يعني في لي هوية خاصة فيني كغناء. كنت بدي أسألك يمكن على هذا السؤال شام، إنه دائما بصير في ربط، بما إنه صوتك وصوت سوري أصيل، ربط بين أسماء سورية أو أسماء حتى طربية. تمام. هذا الشيء بيزعجك أو إنه بتحب يكون لك بصمة مميزة، خط خاصة بالفن السوري، تعملي شيء فعلا تمزجي فيه الطرب السوري مع صوتك؟ شيء بيناسبه. هلا باعتبار انه احنا ربينا على هدول الاصوات والمدارس الفنيه سواء السوريه ولا المصريه ولا اي بلد ثاني، انا بيشرفني اني انا اكون بشبه حدا من هدول العالم. بس كمان نفس الوقت من المعيب انه يكون الفنان كوبي عن هدول المطربين. صحيح. انا ممكن اذكر فيهم من خلال صوتي، ممكن اكون بشبههم كخامه، بس انا ما بشبههم كبصمه. يعني هلا انا سويت 3 امسيات تقريبا لروبا الجمال وفايزه احمد ومها الجابري الله يرحمهم، بس ذكرت فيهم باسلوبي انا كشام كردي، مو كفايزه احمد او مها الجابري، مع احترامي لالهم جميعا. كشام كردي تغني هدول، ممكن شام كردي تغني فلانه من الناس، بس هذا شرف لي ان نكون كخامه بشبه هدول العالم، لانه نحن بزمن الفقاعه للأسف ما عاد لقيت هدول الخامات. نحن في عنا خامات كبيرة ومهمة سواء من اللحن ولا الغناء ولا الشعر، بس للأسف ما عم يتسلط عليهم هذا الضوء الكتير كبير. تمام شام، خلينا نروح معناتها مع بعض لنشوف حفلتك لحياتية لمها الجابري. الله هو الكريم، لكن نساء أحب
يعني شام مثل ما شفنا هي مو الحفلة الأولى اللي بتكرمي فيها، مثل ما قلنا فنانة سورية سبق وكرمتي الفنانة السورية ربا الجمال، فايزة أحمد، فايزة أحمد كمان أكيد هدول عمالقة. فأنا بدي أسألك قد مهم اليوم كمطربة عند هذا الصوت فعلا تغني وتحيي هذا التراث اللي عنا إياه وهي الأصوات السورية اللي عنا إياها، خاصة نحن اليوم عم نتحارب بثقافتنا وحضارتنا، قد مهم تقولي للعالم كله بالموسيقى وتحملي رسالة أنه فعلا هدول الأصوات هن من سوريا، هي هي المرأة السورية اللي هي الفنانة اللي عندها صوت، اللي هي الطبيبة، اللي كل حدا حامل رسالة. وقد مهم بهذا الشيء بمقارنة مع اليوم مثل ما قلتي أغنية الفقاعة اللي عم تطلع واللي عم نشوف صار مجال الموسيقى والغناء متاح لإيكان. هلا هو أكيد لكل حدا حابب يكون فنان أصيل لازم الفنانين اللي ما بيتكرروا، يعني حتى ككلمات ولا حتى لحن بتحسيهم ما عاد يتكرروا. حتى الفنانين وقت بيشتغلوا عليهم او الملحنين او الشعراء وقت بيشتغل عليهم بيفصلوا لهم هذا التوب اللي بيلبق لصوتهم. فنحن كثير متعشقين لهذا الشيء انه يكون في ناس امتداد لهدول الفنانين، وبالعكس هذا شرف لكل حدا فنان بذكر بمطربينه. فاكيد هي تاكيد كمان انه في نحن عنا بسوريا رغم الحرب اللي نحن عايشينها لسه في فرح، في فنانين لسه عايشين على التراث وعلى الاصاله، فهذا اكيد شرف لنا كفنانين انه نمشي على هذا الخط، علما انه نحن بوقت كثير بتحسي في ضعف بالنسبه للكلمه واللحن لحتى تقدري تكملي مع هدول العالم. صحيح. فبتمنى اني انا اكون مثل هدول الكبار اللي نحن ربينا عليهم. بالنسبه للاغنيه الفقاعه للأسف باعتبار أنه نحن بزمن الحرب الإعلامية حتى بالمجال الفني في حرب إعلامية تطلع أغنية من لا شيء، لا لا كلمة لا لا لحن، ممكن يكون في إيقاع سريع لفتك أو كلمة بتضم النص لفتك فبتلاقيها ضربت، إضافة إلى الضخ الإعلامي والترويج الإعلامي الكبير. فأكيد يعني نحن بحرب كتير صعبة، ممكن تسيء لك شيء اسمه فن سوري، ممكن تسيء حتى لهذا الجيل اللي عم يربى على الأغنية الفقاعة اللي ما عاد يقدر أنه يذكر إلا فيها. فأنا من خلال خطي الفني عم حاول أني أنا شد هذا الجيل بكل أطيافه بكل أعماره، ذكر فيهم، ذكر أنه في لسه في فنانين سوريين بيغنوا طرب أصيل ولازم نمشي على خطهم بشيء يتناسب مع قدرات كل حدا من خلال صوته. هذا أهم شيء أكيد. يعني شام بحفلاتك اللي أنا حضرت بعضها عم شوف ذواقين للطرب الأصيل، يعني في ناس بتحسيهم أنه متشوقين قد ما صار في على الساحة ما يسمى بالغناء تماما، يعني عم نشوف ألحان ما نصح، عم نشوف ألحان مسروقة ما بدنا نفوت بهيدا التفاصيل، وعم نشوف كلمات ما لها معنى، عم نشوف جمهورك اللي عم يجي ليسمع شام كردي هو بده يسمع هذا الفن ويحيي ذكراه. صحيح. اللي هي تاريخنا، هي حضارتنا. صحيح. وخلينا كمان نسمع منك هلا شيء. صعب عليك شدينا. باعتبار انه اخر نحن لسه عم نحكي باخر امسيه لمها الجابري فحغني اغنيه لاغانيها هي من الحان الراحل نجيب السراج. تفضلي. فينا ننسى دنيا فينا إلا حبك إلا حبك، يا نسينا يا نسينا يا نسينا. فينا ننسى دنيا فينا إلا حبك إلا حبك، يا نسينا يا نسينا يا نسينا. بنلوم اللايمين وبنحسد الحاسدين، بنلوم اللايمين بنحسد الحاسدين، طالت ليالينا يا نسينا، طالت يا نسينا ليالينا ليالينا. سلام على الصوت. قلتي بلقاءات سابقة عشان أنه أخشى على الأغنية السورية من الهبوط، ومثل ما قلتي في عنا أزمة نص
إن كان بالدراما ولا كان بالفن، وسبق غير فنانين حكوا بهي القصة. خلينا نحكي شو مكونات الأغنية السورية حتى فعلا تكون أغنية عم تمثل هذا الفن الراقي السوري بالنسبة لشام كردي. هلأ بالنسبة لإلي بيهمني الكلمة بالمرتبة الأولى، بتجي بعدها اللحن، بيجي بعدها المطرب اللي بيلمع هذا كله. بس هي العناصر الثلاثة لنجاح الأغنية. إذا ما كان في نص، طبعا إذا ما كان في نص صح، في كلمة، حتى لو كان في كلمة بتعلم، وخاصة نحن بهذا الزمن، إنه الزمن اللي بيحب الأغنية السريعة، بيحب الأغنية اللي فيها كلمة بتعلم. ممكن تسمعي أغنية فاضية ما لها معنى، بس فيها كلمة عم تنطرق كتير. مع إنه شام نحن معروفين السوريين بالزجل السوري قد ايه بيحمل معاني، ليه ما عم هذا الشيء عم يخدم الأغنية السورية بشكل طربي؟ هلا هي دائما نحن بنحكي معاناة كل شيء فنان، كل حدا بيشتغل مجال الفن، سواء كاتب ولا شاعر ولا ملحن ولا مطرب. هو المشكلة انه ما في دعم حتى اعلاميا ولا فنيا ولا نقابيا. ما بدي احط المسؤولية على جهة معينة، لا، هو عمل متضافر، مسؤولية الكل بهذا المجال. فهذا هو السبب الرئيسي، عدم انتشار الأغنية، عدم ترويج لها، عدم لمعانا بهذا الزمان اللي نحن كثير متعشقين له. للأسف الشديد نحن بنتمنى من القيمين على مجال الفن انه يهتموا اكثر بكل شيء خامات عنا بسوريا. شام، انت متفائلة بالمستقبل انه ترجع الأغنية الأصيلة لموقعها؟ يعني هلا بالمطلق لا. بالمطلق لا، مشان نكون هيك شفافين وواضحين. ما فقدتينا بنوم. لا. هلا بالمطلق لا، ما بيخلى الأمر. هلا طالما في مراكز أو أماكن مثل دار الأوبرا والمراكز الثقافية اللي نحن كثير بنعتز فيها، وهي اللي رفعت الثقافة الفنية بهي الأزمة، نحن بالأزمة اللي نحن عايشين فيها. فطالما في قيمين على هذا المجال أو هذا النوع من الغناء، في ناس عم يرعاه، نحن بخير. بس عم اقول لك مو بالمطلق، لانه نحن بزمن عم نركض ورا الفقاعه، ورا شركات الانتاج اللي بيهمها السرعه، الانتاج السريع والمردود السريع، ما بيهمها المحتوى. فيعني مشان هيك انا قلت لك انه يعني نوعا ما كثير عندي ثقه. بس انا من خلال جهودي وخلال كثير جهود موجوده ببلدنا وتضافرها بمجال الفن السوري، فأنا من خلال خطي عم بسعى أني أنا ذكر بالفن السوري، حاول أني أنا حط ولو أغنية سورية تتماشى مع هذا الجو اللي نحن ربينا عليه، وتقديمه بمركز أو بدار الأسد للثقافة والفنون اللي بترعى هذا النمط من الغناء. شام، حابين نسمع منك شيء لسوريا. دائما نحن طماعين بخصوص سوريا، حابين نسمع شيء بصوتك لوطننا الحبيب. سوريا وقائد سوريا، تفضلي. في اغنيه نحن كثير ربينا عليها من الحان سعد الحسيني، بنوجه له يلا تفضلي. لبيك يا وطني أبات، لبيك يا وطني الكمات، لبيك بعث عروبتي تسمو يدك الحياة، لبيك قائد أمتي، أسد المواقف والثبات، أضأت دروب عزتنا وصنت بناء وحدتنا، حماك الله يا أسد، فداك الروح والجسد، حماك الله يا أسد، فداك الروح والجسد، بظلك نحن نتحد، بمجدك يشمخ البلد، حماك الله يا أسد، رعاك الواحد الأحد. سلام على الصوت يا شام. الله يسلمك. يعني أكيد بهذا الصوت الرائع يلي عم يدخل قلوبنا وأحاسيسنا كان الختام لسوريا الحبيبة. إن شاء الله يا رب طبعا بترجع سوريا أحسن وأقوى، وطبعا بفضل أبطال جيشنا العربي السوري. يعني خلينا شام، بدنا نتوجه لكلمة أخيرة منك لكل اللي عم يشوفونا وللي سمعوا صوتك الحلو هلأ. سلامي يا حبيبة قلبي.
أول شيء بشكر قناتكم، قناة الإخبارية السورية اللي نحن كثير بنعتز فيها، وكانت هي السند الحقيقي لقواتنا ولجيشنا العربي السوري. بوجه تحية لكل قاوم، كل حدا من موقعه سواء من الجيش ولا حدا، كل حدا بموقعه بالدولة، بدولتنا الحكيمة. بوجه تحية لقائدنا المفدى بشار حافظ الأسد، أنا رح أحكيه وقول يا رب إن شاء الله الأيام الجاية تكون خير علينا ورمضان كريم علينا وعليكم. شكرا للكاست العمل كاملا. شكرا لك يا شام على وجودك، وإن شاء الله صوتك بيوصل لكل العالم، مو بس لسوريا كلها، لكل العالم، بيحمل رسالة وطننا الحبيب، بيحمل رسالة إنه نحن بسوريا عنا هيك أصوات. فشكرا لوجودك معنا، موفقة وإن شاء الله متابعينك إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا. أما هلأ مشاهدينا